المخرج سانجاي جوبتا والممثل فيفيك أوبيروي كانا متخاصمين منذ أن رفض فيفيك دوراً من المخرج في فيلم شوت أوت أت ودالا. مؤخراً في حفل التقيا بكل حرارة وتحدثا وتسامحا وتمنى كل منهما الخير للآخر ولولديهما. فيديا بالن التي ستشارك أمام فرحان أختر في فيلم شادي كي سايد إفكت قيل أنها قررت تخصيص وزنها لدورها وقالت إنها متوسطة في كل شيء وتأكل بذكاء وتبتعد عن الدهون وتتناول وجبات خفيفة عديدة وتزور صالة التمارين. آخر فيلم انتهى منه سيف علي خان هو ريس 2 وقد تخطى فعلاً حاجز 100 كرور كما أنه وافق على الجزء الثالث للفيلم. وكشفت أخبار غير رسمية أن المؤلف شيراز أحمد يعمل فعلاً على النص. كان عام 2012 سعيداً بالنسبة للممثل نواز الدين صديقي على أدائه المتألق في عدة أفلام مثل كهاني وتلاش، وقد أبدأ المخرج سوبارم فيرما إعجابه به ولهذا ضمه لفيلمه الجديد أتما. كان أول فيلم له أخرج مع شركة كرام جوهر برودكشن بعنوان دوستانا في 2008 وسيعاون كرام في بومباي توكيز حيث عمل معه في عدة أفلام مثل كوتش كوتش هوتاهي وكابهي كوشي كابهي جام.